فرحة مزدوجة لا مثيل لها. كل إنسان بالحياة في عنده هدف، وللأسف في إحنا بحياتنا في كتير ظروف صعبة ممكن إنها تواجه، ممكن إنه تواجهنا، ممكن تكون ظروف صحية، والحقيقة هيدي من أصعب الظروف. لهيك نحنا لازم يكون عنا عزيمة قوية وإرادة لنوصل للهدف اللي هو ببالنا. أنا اسمي فرح جديد، أنا خريجة حقوق، وأنا رب العالمين ما أنعم علي بنعمة البصر، أنا كفيفة البصر، لكن الحمد لله أنا بعتمد على بصيرتي. خطوة وافقة لبداية مسيرة واعدة. أنا السنة تخرجت من كلية الحقوق وبمعدل فاق 80% بدرجة ممتاز الحمد لله رب العالمين. مثل ما ذكرت أنا كفيفة البصر. حياتي الدراسية كانت جدا ناجحة من مرحلة التعليم الأساسي والثانوية، اثنيناتهم حققت فيهم مراكز متميزة الحمد لله رب العالمين. تحدت الصعوبات فأصبحت المعيار الجديد. احنا اكيد ممكن انه تواجهنا صعوبات الى علاقة بالدراسة او بالتنقل او بالكتابة. بالبداية كانت الصعوبات كتير كبيرة، لكن هلا بفضل التطور التكنولوجي وبفضل اصحاب الخير اللي هنن بيتطوعوا لحتى يسجلوا لنا مقرراتنا، وبفضل التطور التكنولوجي مثل ما ذكرت هلا في كتير نواطق وآلات نطق تساعدنا انه نحن نكتب ونقرأ لحالنا على الموبايل وعلى اللابتوب مثل اي شخص تاني. كان في عندي رفيقة بدراستي اللي هي والدتي، هي بكل ثقة وشجاعة اختارت أن تكون عيوني وتكمل معي الأربع سنوات. طبعا هذا الشيء بدعم والدي وبدعم إخواتي، لأنه إذا ما كنا كلنا كتلة متماسكة أكيد ما رح يتحقق هذا النجاح اللي أنا فيه هلا. بالنسبة لرحلتي بالجامعة الحمد لله كانت رحلة ناجحة ومميزة، وحصدت فيها معدل يقارب 83%. أخذت شهادة الباسل للتفوق الدراسي مرتين، مرة بالسنة الأولى ومرة بالسنة الثانية بترتيب الثاني على الدفعة. لكن للأسف لما كنت سنة ثالثة كان في عندي نسبة رؤية تقارب 1/10، صار في عندي انفصال بالشبكية وعملت عملية وخسرت نظري كله. طبعا عملية ناجحة طبيا، لكن الشبكية للأسف ما رجعت اشتغلت بعد العملية، لهيك أنا فقدت نظري كله بالسنة الثالثة. طبعا دخلت بحالي نفسية صعبة جدا وصار في عندي آلام بسبب هذا الوضع، شوي نزل معدلي بالفصل الأول، لكن بدعم الأهل والمحبين ودعم أساتذتي ودكاترتي بالجامعة الحمد لله أنه قدرت أتجاوز هاي الفترة. نحن صح عنا مشاكل، بس نحن أفراد من هذا المجتمع، نحن عنا عزيمة وقوة ما أنا موجودة عند الناس التانيين. نحن بحاجة صح، نحن بحاجة مساعدة الأسرة وبحاجة مساعدة المجتمع، بس الداعم الأول لنا لازم يكون هو ذاتنا. إنجاز عائلي توج ترابط الأم وابنتها. أنا تابعت معها من لما كانت هي بكالوريا، بلشت أني أدرس معها لأنه هي كانت بداية مع أختها تابعتها كل مرحلة الدراسية، بس فون اضطروا أن ينفصلوا سوا، فأنا هون أخذت مكان أختها بالدراسة. من البكالوريا سجلت معها وصرت روح واجي انا وياها على الدورات، ناخذ دروسنا سوا ونقدم سوا، وطلعنا انا وياها بالمدرسه الطرطوس، قدمت انا احرار، قدمنا انا وياها بنفس المركز والحمد لله حصلنا على علامات عاليه جدا. فرح طلعت من الاوائل وانا طلعت الثانيه على فرع طرطوس للاحرار. مشينا بهالمشوار وسجلنا بكليه الحقوق، كانت حياتي كثير حلوه، صحيح كان فيها كثير تعب بالدراسة بالروحة والجية والمواصلات اللي عنا موجودة بهالزمن اللي احنا وصلنا له، ما كانت كتير هين الطلعة والفوتة برات البيت، بس إرادة فرح كانت أقوى من كل هالأمور هاي. فأنت بدك تضطري أنك تنزلي عند إرادتها لحتى توصليها للشيء اللي هي بديها، وفعلا كان الأمر تجاوزنا الحمد لله كل هالصعوبات. وجه المباركة والتهنئة للطالب فرح جديد على تفوقه في نتيجة الامتحانات اللي قدمتها الدورة الماضية وكانت من الطلاب الأوائل، وبتمنى لإلها مستقبل زاهر يليق بالتعب اللي تعبت. وطبعا فرح هي مثال للطالب المجتهد المثابر، ووصلت رسالة مفادها أنه شو ما كان الوضع الصحي للشخص ومهما كانت المعوقات كبيرة ما بتمنع هذا الشخص من تحقيق النجاح طالما أنه الإرادة موجودة والتصميم موجود. فرح أول شيء أول بدي بارك لها بهذا النجاح والإنجاز اللي هي حققته، وهي يعني مو عن جديد إنه هي شاطرة ومتفوقة بدراستها. من أيام الدراسة من أيام المدرسة هي كانت دائما المميزة والمتفوقة، ودخلنا كلية الحقوق سوا
وكنا أصدقاء ودائما نساعد بعض بالدراسة. اليوم نحتفل بنجاح استثنائي ما كان مستحيلا في أعين الآخرين كان دافعها نحو النجاح لتثبت فرح أن النجاح ليس خيارا بل قرار.